السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بكمل أنا الكلام عن الست برامج اللي ساسكاتشوان عملاهم للناس اللي شغالين في كندا أو في ساسكاتشوان ومعاهم تصريح عمل ساري. النهاردة هتكلم عن سائقي الشاحنات. سائقي الشاحنات من المهن المطلوبة هنا في ساسكاتشوان، بس لها شروط. تعالوا كده نتعرف على الشروط دي مع بعض ونشوف، وتشوف انت كده هل انت ممكن تنطبق عليك الشروط دي ولا لا. البرنامج ده في الاساس معمول للناس اللي هم شغالين حاليا سائقين شاحنات هنا في ساسكاتشوان لشركة ساسكاتشوانية، والشركة دي لازم تكون معتمدة من وزارة الهجرة بتاعت ساسكاتشوان، وعندهم تصريح عمل مؤقت ساري من وزارة الهجرة الكندية مبني على الليميا اللي هو الليبر ماركت امباكت اسسمنت اللي بتعمله سيرفيس كندا. ده يعني الشخص هو ده الشخص اللي مستهدف في البرنامج ده في الاساس. لكنهم اجوا في 2019 وقال لك احنا هنعمل تجربه من 2019 ل 2021. قال لك مش لازم تكون حاليا شغال في ساسكاتشوان، لو اثبتت انك انت اشتغلت لمده ستة اشهر كسائق شاحنات هنا في ساسكاتشوان لشركة ساسكاتشوانية في أي وقت كان في السابق، برضو دلوقتي ممكن يقبلوا الطلب بتاعك، أو يعني الشرط ده يكون متحقق بالنسبة لك. لازم يكون عندك رخصة قيادة اللي هي تسمح لك أنك تقود الشاحنات اللي بسموها كلاس 1A، ده للناس اللي هم موجودين وشغالين دلوقتي في ساسكاتشوان. لكن زي ما قلنا الاستثناء اللي هو من 2019-2021 للناس اللي هم اشتغلوا زمان ممكن ما يكونش عندهم الرخصة دي دلوقتي. فقال لك مش مشكلة، لو انت من الناس دولي ممكن تقدم على البرنامج ده بدون ما يكون عندك الرخصة دي اللي هي 1A كلاس 1A. بس هو طبعا انت اشتغلت قبل كده، من ضمن الشروط تكون اشتغلت قبل كده على الاقل 6 شهور هنا في ساسكاتشوان، فاكيد كانت عندك في يوم من الايام، فاكيد يعني لازم تثبت لهم انك انت اصلا مؤهل انك انت تسوق الشاحنات. دي شيء اساسي، مش ان انا ما بسوقش ابدا تعتقد كده لما تسمع كلامي ان انا ما بسوقش ابدا واقدر اقدم. لا، ما هو الشرط يا اما تكون حاليا فعلا بتقوم بالشغلانه دي هنا في ساسكاتشوان، او سقت قبل كده هنا في ساسكاتشوان شاحنات قمت بالشغلانه دي، معناها انه كان عندك الكلاس ده قبل كده. مش بالضروره انه يكون دلوقتي موجود وفعال، بس انت كنت اشتغلت قبل كده في ساسكاتشوان، بس عشان اوضح الحكايه دي. وكالعاده في البرامج دي لازم يكون عندك عرض عمل من شركه معتمده من وزاره الهجره الساسكاتشوانيه، عرض عمل دائم بدوام كامل. ومطلوب يكون عندك اثبات انه المستوى اللغه بتاعتك اللي هو CLB4، وبرضه يكون عندك الـ SIMB Approval Letter على العرض العمل اللي موجود معاك. بس خلاص هي دي الشروط. إذا كنت من الناس دي فالبرنامج ده مفتوح ليك، أهلا وسهلا فيك. ممكن تقدم على البرنامج عن طريق أونلاين، هحط لك في الرابط للصفحة الرسمية بتاعت التقديم. تجهز ورقك، برضه هحط لك الفيديو اللي أنا اتكلمت فيه عن الورق المطلوب وشرحي للورق ده يعني. جهز ورقك وتبعت اونلاين وتقدم. ما تنساش لازم تكون اشتغلت في ساسكاتشوان او شغال حاليا في ساسكاتشوان كسائق شاحنات، ولو شغال حاليا لازم تكون الشركه معتمده وتكون شغال لمده 6 اشهر، والشركه تكون معتمده من وزاره الهجره الساسكاتشوانيه اللي هي الاس اي ام بي، وعندك عرض عمل دائم بدوام كامل. هي تبان سهله، بس الاساس فيها والصعوبه انك انت لازم تكون موجود هنا. فالناس اللي موجودين في كندا ومش قادرين يلاقوا طريقة ان هم ياخدوا بيها الهجرة، ده باب مفتوح، باب مفتوح. تعال اتعلم ازاي تسوق ودور على شغل في الموضوع ده، واشتغل 6 شهور وحاول تقنع الشركة اللي انت فيها انك انت يدولك عرض عمل، الباب تتفتح لك. يلا بالتوفيق للجميع، ما تنسناش من الدعم المستمر اللي بتدونا اياه، والشير واللايك والسبسكرايب في القناة. باقي لي برنامجين بالنسبة للبرامج الست اللي كنت بتكلم عليهم، نشوفكم في البرنامج القادم إن شاء الله وشرحنا ليه. في أمان الله.